الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كلما عملت عبادة من العبادات كقراءة قرآن أو استغفار أو غيرها يأتيني وسواس من الشيطان ويقول إنما تفعله رياء، ما توجيهكم حفظكم الله لذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الشعور النفسي الذي تجده بداخلك عند فعلك لشيء من العبادات قد يكون محمودا تارة وقد يكون مذموما تارة أخرى، وقد يكون استشعارا إيمانيا تارة وقد يكون استشعارا شيطانيا تارة أخرى، فيكون محمودا إيمانيا إذا كان دافعا لك على مراقبة نيتك وحاثا لك على عدم ترك العمل واتهام نفسك بالتقصير في جنب الله عز وجل، لأن هذا الاستشعار الإيماني يدخلك في عموم من قال الله عز وجل فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يفعلون كذا وكذا من المعاصي؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فهم حريصون دائبون على عبادة الله عز وجل، ومع ذلك يجدون ويستشعرون في نفوسهم أنهم ما عبدوا الله حق عبادته، فلا يزالون متهمين لأنفسهم بالتقصير في جنب الله عز وجل، ويحاسبون أنفسهم دائما وأبدا أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فهذا استشعار إيماني يدفعهم إلى مطالعة عيوبهم في تعبداتهم، وعلى حث نفوسهم على تجديد الإخلاص لله عز وجل في كل عمل يقومون به لله عز وجل. فإذا كان هذا الاستشعار الذي تجده في نفسك إنما يحملك على مراقبة عيوب نفسك وعلى تفقد جوانب إخلاصك وعلى اتهام نفسك بالتقصير في جنب الله، فأهلا وسهلا بهذا الاستشعار، لأنه استشعار يحبه الله عز وجل، وهو دليل الإيمان والصدق مع الله عز وجل في العبادة. وأما إذا كان هذا الاستشعار يدفعك إلى ترك العبادة خوفا من الوقوع في الرياء، فهذه وسوسة شيطانية يريد بها أن يقطع سيرك لله عز وجل، فلا ينبغي لك أن تستجيب لداعي الشيطان وتقطع العبادة التي شرح الله عز وجل لها صدرك ويسرها لك. فمتى ما كان هذا الاستشعار دافعا لك إلى ترك ما فتحه الله لك من العبادات، فإنه حينئذ يكون مذموما شيطانيا، والله أعلم.